الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا صلى الله وسلم على نبينا محمد تسليما مزيدا. أما بعد، نشكر أهل هذه القرية على هذه الحفاوة وعلى هذا الاستقبال الجميل، ونشكر أهل هذا المسجد على استقبالهم لهذه المحاضرة، جزاكم الله خيرا. عنوان المحاضرة: حق الله على العباد. عنوان المحاضرة ده يا أخوانا مأخوذ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فحق الله سبحانه وتعالى يا أخواننا علينا إننا نعبد براو وحده لا شريك له، لأن يا أخوانا العبادة دي الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا لشنو يا أخوانا؟ إلا ليعبدون. فابن عباس ترجمان القرآن فسر لنا إلا ليعبدون دي، قال لنا: إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. يعني يا أخوانا الخلاصة، الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل التوحيد، والله سبحانه وتعالى رسل الرسل كلهم من أجل التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السبب شنو يا أخوانا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله سبحانه وتعالى نزل الكتاب القرآن الكريم ده يا أخوانا اللي بنقراه ده، الله سبحانه وتعالى نزله من أجل التوحيد. الله سبحانه وتعالى قال: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. السبب شنو؟ ألا تعبدوا إلا الله. والله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأول نداء يا أخوانا جاء في القرآن الكريم جاب العبادة لجميع الناس، مش المسلمين أو الكفار فقط، لجميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. فإخواننا كثير من الناس الليلة بيعبد الله سبحانه وتعالى، بيصلي وبيصوم وبيزكي وكان لقى قروش بيمشي الحج، لكن يا أخواننا العبادة بتاعتك دي الله سبحانه وتعالى قال لك: إذا أنت خلطت عبادتك دي بشرك، عبادتك دي كلها بتفسد وبتحبط. لأنه قال لنا: واعبدوا الله، شنو؟ ما سكت، قال: واعبدوا الله ولا شنو؟ ولا تشركوا به شيئا. لأنه أنت إذا عبدت الله وأشركت به عبادتك دي بتحبط، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو يا أخوانا؟ هباء منثورا. ليه؟ سبب شنو بقى هباء منثور؟ لأنه يا أخوانا خلطوا نوع من أنواع الشرك. والله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا، يعني وحدوا الله، ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم. الظلم ده شنو يا أخوانا؟ ظلم ده الشرك.
زي ما الله سبحانه وتعالى وكجا في وصية لقمان الحكيم لولده قال لي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شرك ظلم يا أخوانا، لأن يا أخوانا العبادة دي حقت منه الدعاء الاستغاثة التوكل الرغبة الخشوع الإنابة غير من العبادات يا أخوانا، دي حقت منه إذا حقت الله. إذا أنت شلت العبادات دي صرفتها لغير الله لعبد من عباد الله، أنت وقعت في الشرك وقعت في الظلم. لأنه الليلة يا أخوانا الزول كان شاله من أرضه شبر ما يرضى، امشي المحاكم ويفتح بلاغات ويجي المحامين موكلك وموكلي لشنو يا أخوانا؟ من أجل قطعة وشبر بتاع واطة، ما ترضى الظلم أنت لنفسك، ما ترضى الظلم. فالله سبحانه وتعالى ما يجوز يا أخوانا إننا نقع في الظلم حرام وشرك، وده أكبر ذنب يا أخوانا، ما في ذنب أكبر منه، ما في ذنب أكبر من الشرك بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. كان الله حرم عليك الجنة يا أخوانا، معناته مأواك وين؟ قال ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شاكدة أنت عبادتك اللي بتعبودة دي تتوضى في البرد ده، بتجي تصلي المغرب وبتصلي العشاء وبتجي تصلي الصبح وممكن في الصف الأول، فما تقع في نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. والشرك ده يا أخوانا في ناس بيستبعدوا، يقول لك الشرك ده نحن أصلا ما قاعد نقع في الشرك. أنا سأديك أمثلة بسيطة حتى لو أنت ما واقع فيها بتلقى كثير من الناس السودانيين واقعين فيها. الدعاء ده يا أخوانا حق منه؟ حق الله سبحانه وتعالى. في كثير من الناس الليلة بيشيلوا العبادة دي بيصرفوها لغير الله، يقول لك يا فلان ويا علان تفزعنا ويا شيخ فلان تنجدنا، والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لنا وإذا سألك عبادي عني فإني شنو يا أخوانا؟ قريب. الله سبحانه وتعالى قريب يا أخوانا، نحن نلجأ للضعفة وللموتى وللمغبورين. ليه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي زول يا أخوانا داير حاجة اسأل الله، داير ولد اسأل الله، داير قروش اسأل الله، داير بيت اسأل الله، داير أي حاجة اسأل الله سبحانه وتعالى، الله بيديك ليه؟ زي ما قلنا وإذا سألك عبادي عني. طيب الله قال لنا في الناس اللي بيدعوا غير الله أو بيدعوا الله مرات وبيدعوا الشيوخ مرات، الله قال لنا فوقهم شنو؟ الله سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله. أي زول يا أخوانا أنت دعيته ده دون الله، صحيح ولا ما صحيح؟ إذا كان صالح ولا طالح ولا حجر ولا شجر ولا ولي ولا ملك ولا رسول، الله ولا دون الله؟ دون الله. والله سبحانه وتعالى يقول لنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله سبحانه وتعالى يا أخواننا قال لنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، كان سمعوا يا أخوان الميتين والمقبورين ديل كان سمعوا، قال ما استجابوا لكم ويوم القيامة معلوم يا أخوانا يكفرون بشرككم. الله سبحانه وتعالى سمى شرك، سمى شرك تدعو غير الله شرك بالله عز وجل. أديك نوع ثاني من أنواع الشركيات، في ناس يا أخوانا بيشيلوا البهيمة بيطبحوها في الضريح بتاع الشيخ والقبة بتاعت الشيخ رجاء البركة أو طلب النفع أو لدفع الضر، ويتبركوا بالقبور والأضرحة ويتمسحوا بها ويعتقدوا فيها إنها بتنفع وإنها بتضر وإنها بتدي الرزق وإنها تجيب الجنة. ده كل يا أخواننا في واحدين بيقعوا في الموضوع ده، لأنه ده يا أخواننا أكتر موضوع يا لازم الناس تحذر منه وأكتر موضوع بدخلك النار. عشان كده يا أخواننا لابد أن أحذر منه الناس.
ولا بد الناس تبعد منه. شكد الله سبحانه وتعالى قال فصل لربك وانحر. النحر ده يا اخواننا شنو؟ لمنو؟ لله سبحانه وتعالى. ما تطبح لزول ولا تطبح لضريح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. والحليفة يا اخواننا بغير الله، وحات فلان وحات ابوي وحات امي وحات الريد البيناتنا وحات وحات، ده من الشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فأخواننا حليفة بغير الله شرك. كثير من الناس يا أخواننا السودانيين بيحلفوا بغير الله، صحيح ولا ما صحيح؟ كثير. فده نوع من أنواع الشرك يا أخواننا الإنسان يحذر منه. ونوع ثاني من أنواع الشرك يا أخواننا الزول اللي بيعلق له تميمة ولا حجاب ولا ودعة ولا ورقة ولا كمون ولا خرزة ويعلق في ذراعه ولا في نصه ولا في عربته، ده من الشرك بالله عز وجل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة ده عرق المحبة، والرقى دي الرقية الشركية اللي بتكون بالهمهمات والطلاسم. زول يكون عنده أخوه ولا ولده ولا أبوه عيان في البيت يقوم يودي للشيخ، والشيخ يرغي له بطريقة بتاع الطلاسم وهمهمات، وتلقاه مولع البخور، تخش له جوا يشيل منك البياض، اقلع قروشك وضيع عقيدتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا، وده كاهن شفت اللي بتلقاه مولع بخوره يقول لك أنا بجيب لك الرائحة وأنا بديك الجنة، ده كاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيأخواننا الإنسان يحذر من الشرك بالله عز وجل. فإذا أنت علقت تميمة وقعت في الشرك بالله عز وجل. شاكد يا أخواننا جرحت للنبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع 9 ودخلهم الإسلام، وأمسك عن الواحد. قالوا يا رسول الله رأيناك بايعت 9 أنفار بايعهم ودخلهم الإسلام، وأمسكت عن الواحد، الواحد ده ليه ما بايعت ودخلت الإسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه معلق تميمة. الزول ده رابط له حجاب، رابط له تميمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيدخل الإسلام. فأدخل الرجل يده فقطعها. ده هو داير الخير لكن ما كان عارف. في زول داير الخير بيكون ما عارف، لما توريه بيعمل الحاجة، بيقلع الحجاب بيقلع التميمة، لكن في زول معاند بعد ما يعرف ما داير يقلع الحجاب ولا يقلع التميمة ويصير على شنو؟ على الباطل بتاعه. فأدخل الرجل يده فقطعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وبناء القبور على المساجد، وبناء المساجد على القبور، ده أيضا من الشرك بالله عز وجل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فيأخوانا الزول لا يمشي له قبة، لا ضريح، لا فكي، لا يربط له حجاب، لا يدعو غير الله، لا يستغيث بالأولياء، لا يستغيث بالمقبورين، يخلي عقيدته في الله سبحانه وتعالى براو وحده لا شريك له. لو انت عقيدتك بقت في الله سبحانه وتعالى براو، الله سبحانه وتعالى بيدخلك الجنة. حتى لو كان عندك ذنوب ومعاصي، وما نقلل ونهون من الذنوب والمعاصي، لكن كما جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قدر تراب الوطدي ذنوب ومعاصي وآثام وخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله يا أخوانا إذا دارون يفتح علينا يوسع علينا في البركات ويزيدنا في الخيرات ويرفع عننا درك المعيشة، الناس توحد الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا عليهم بركات، ما بركة واحدة يا أخوانا، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله سبحانه وتعالى إذا دارون يمكن لنا نوحد الله سبحانه وتعالى ونعبد براه، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شوف ده كلهم يا أخوانا، وشرطي واحد بس، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. واحد بس يا أخوانا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله يا أخوانا جيتني من الخرطوم دي بس كان بقت في دي بس، يعبدونني لا يشركون بي شيئا لكفى. وأنا أكتفي بهذا القدر وأقدم المشايخ من بعدي، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.